الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والفرح والمحبة. مشاهدين الأحبة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم من عمان. أهلا بكم جميعا أينما كنتم تتابعونا عبر هذه الأمسية المتنوعة والتي تحلو بطيب تواجدكم ومتابعتكم. نرجو لكم أياما مليئة بالأفراح والأعياد، وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة وبهذه الأيام المباركات. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة، مشوار آخر نرقب ونتابع من خلاله مختلف الحراك الذي يجري على أرض عمان الخير في مختلف المواقع، مختلف القطاعات التنموية، وعمان تزدهي بحللها احتفاء بالعيد الوطني 45 المجيد لهذا العام، وقد اكتملت مناحي التنمية والمنجزات الشاهدة على العمق التاريخي، على عمق العمل والعطاء على أرض عمان الخير. أهلا بكم مشاهدينا، حضرنا لكم مجموعة من المتابعات من خلال ضيوفنا في الاستوديو، وأيضا مجموعة من التقارير المتنوعة. رح نبتدي حديثنا بالحديث حول موضوع تاريخي من خلال دراسة تاريخية نال من خلالها الباحث، باحث هذه الدراسة على شهادة الدكتوراه حول المصالح الدولية والإقليمية في الخليج العربي. هذه الرسالة للباحث الدكتور محمد الشعيلي. رح نقترب أكثر من هذه الفترات المتعاقبة التي جعلت الكثير من الدول الإقليمية والدولية تتجه بأنظارها نحو منطقة الخليج العربي، أهلها لذلك الموقع الجغرافي على قلب قارات العالم الثلاث القديمة. أيضا في موضوع آخر مشاهدينا من خلال ضيف وتقرير حضرنا لكم، رح نتكلم حول المسح الشامل الأسري اللي يمتد لفترة طويلة، مسح شامل يغطي مختلف الجوانب الاجتماعية الاقتصادية الثقافية ومختلف الجوانب المعنية بالأسر. راح نقترب أكثر من هذا المسح الشامل، أدوات المسح في هذا المسح الذي يجريه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وأيضا موضوعات أخرى راح تتعرفوا عليها في طريقة التعرف على المعلومات. أما ثالث متابعتنا مشاهدينا، كنا في الأسبوع الماضي اقتربنا من مسابقة ساس 48 والتي أقيمت في ولاية الصحار، خرجت بمجموعة من البرامج الإبداعية والابتكارية. في حلقة الليلة رح نقترب من برنامجين تطبيقات لإلكترونية في مجال التغلب على بعض الإشكالات المتعلقة باستخدام العمالة الوافدة، وأيضا في التيسير لبعض الإشكاليات التي قد تواجه الحجاج في التعرف على الحملات الموثقة والتي يحصل من خلالها الحاج على ترخيص رسمي لدخول المشاعر المقدسة. إذن رح نقترب إن شاء الله من هذين المشروعين وهما نتاج مسابقة ساس 48. أما آخر المتابعات مشاهدينا، رح نحلق بكم إلى عالم حالم جميل، إلى عالم الشعر، عمان في عيون الشعراء، عمان المحبة، عمان السلام، من خلال الشاعر عبد العزيز العميري الذي سينثر درره في هذه المتابعة الأخيرة من الشعر في حب عمان، عمان السلام والأمان. إذن مشاهدينا نرجو لكم متابعة طيبة، نرجو أن نوفق في متعكم وإفادتكم، تقضوا برفقتنا مشوار طيب من المتعة والفائدة. بعد قليل راجعي لكم وحديث تاريخي في برنامجكم من عمان.
حياكم الله مشاهدينا مجددا، رجعنا لكم في برنامجكم من عمان، عمان الحضارة، عمان التاريخ، عمان التي كانت قلبا للعالم النابض واهلها، لذلك موقعها الجغرافي وتكوينتها الإنسانية والبشرية التي جابت بحار العالم وجابت مختلف دول العالم. هذه المرة حديثنا راح يكون حول المصالح الدولية والإقليمية في الخليج العربي من خلال رسالة دكتوراه تناولت هذا الموضوع من خلال الفترة الزمنية 1763 حتى 1820. هذه الفترة تحديدا تم دراستها من قبل ضيفنا العزيز من نواحي جغرافية، من نواحي اقتصادية، راح نتعرف على تفاصيلها من خلال وجود الدكتور محمد بن حمد الشعيلي وهو باحث في التاريخ العماني. مساك الله بخير دكتور. الله يمسيك، سعيد جدا بوجودك معنا ومبارك لك طبعا حصولك على الدكتوراه. الله يبارك فيك، وتحياتي لجميع المشاهدين والمستمعين في هذا البرنامج المميز. الله يسلمك يا دكتور. دكتور، البدء للحديث عن أهمية هذه الدراسة، أين تكمن الأهمية في البحث عن هذا الموضوع تحديدا حول المصالح الدولية والإقليمية في الخليج العربي وأن تخصص لها بحثا للدكتوراه؟ طبعا من المعروف على أن منطقة الخليج العربي شهدت نوع من التنافس الاستعماري سواء إقليمي أو دولي. نعم. نتيجة الموقع الجغرافي المتميز التي تحتل هذه المنطقة عن طريق على أنها تقع على قلب العالم القديم أو في قلب العالم القديم الممثل في قارات آسيا وأوروبا وكذلك أفريقيا، بالإضافة إلى إشرافي على كثير من المسطحات المائية مثل المحيط الهندي، بحر العرب، وكذلك منطقة شط العرب، بالإضافة إلى بعض الأنهار مثل نهر دجلة والفرات، وصولا إلى حوض البحر الأبيض المتوسط عن طريق هذا، كما أنه أيضا عن طريق بحر العرب والمحيط الهندي يشرف أو بإمكانه التواصل مع مضيق باب المندب وكذلك البحر الأحمر. كل هذه الأشياء جعلت من منطقة الخليج العربي طريق محوري هام في طرق التجارة والملاحة الدولية، بحيث أنه لا يمكن الاستغناء عنه في هذا الجانب. لذلك كانت هناك الكثير من المصالح الإقليمية والدولية التي حرصت على إيجاد موضع قدم لها في هذه المنطقة. المصالح دكتور، إيش المصالح التي كانت تحرك هذه الدول أن تقدم إلى هذه المنطقة؟ طبعا المصالح هي تنوعت ما بين سياسية، ما بين اقتصادية، ما بين مصالح أخرى. طبعا المصالح الاقتصادية من ضمنها اللي هي محاولة السيطرة على موارد المنطقة، وكانت أهم موارد المنطقة في تلك الفترة اللي هي اللؤلؤ. أما المصالح السياسية فهي رغبة الدول الاستعمارية في أن تكون هذه المنطقة اللي هي خط الدفاع الأول بالنسبة لمصالحها في المحيط الهندي وكذلك في الهند وغيرها من المناطق المحيطة بمنطقة الخليج العربي. طيب دكتور، ليش هذه الفترة تحديدا 1763 حتى 1820؟ لماذا هذه الفترة بالذات؟ لأنه في عام 1763 شهدت المنطقة حدث مهم جدا، وهو إنشاء شركة الهند الشرقية الإنجليزية. طبعا هذه الشركة أصبح لها شأن كبير في خدمة المصالح الاستعمارية. أين كان موقعها؟ طبعا أول كان موقعها في الهند، بالإضافة إلى أنه كان لها مكاتب في منطقة الخليج. نعم. سواء في الساحل الفارسي أو في الساحل العربي. نعم. طبعا هذه الشركة مثل ما ذكرت كان لها دور كبير وفي خدمة المصالح الاستعمارية الإنجليزية، بالإضافة إلى مضايقة الدول الأخرى مثل فرنسا وهولندا وغيرها. 1820 هو العام الذي شهد معاهدة السلام العامة التي وقعتها بريطانيا مع مشيخات وزعامات الخليج العربي في مختلف المناطق. نعم. طيب يعني في هذه الفترة تحديدا كيف كانت الأوضاع في منطقة الخليج العربي؟ ماذا كان يسود منطقة الخليج العربي؟ من كان يحكم منطقة الخليج العربي؟ للأمانة كان هناك نوع من الارتباك فيما يتعلق بالأوضاع التي سادت الخليج العربي خلال هذه الفترة. لماذا؟ لأنه هذه الفترة اشتد فيها التنافس ما بين القوى الإقليمية ممثلة في كل من بلاد فارس وكذلك الدولة العثمانية. نعم. بالإضافة إلى تنافس القوى الدولية ابتداء من البرتغاليين ومرورا بالإنجليز ووصول الفرنسيين وكذلك الهولنديين. فكل هذه الصراعات ما بين القوى الإقليمية والدولية خلقت نوع من الارتباك وعدم الاستقرار في منطقة الخليج. ممكن نفصل وضع كل دولة من هذه الدول؟ طبعا. يعني ربما في عمان كان الأوضاع أكثر استقرارا، أكثر هدوءا. لا، هو شوف يعني بالنسبة لهذه القوى يعني ممكن فصلها على ثلاثة جوانب. القوى المحلية ممثلة مثلا في اليعاربة، في القواسم، في بني ياس، في قبائل أبوظبي، في العتوب، في بني كعب. القوى الإقليمية ممثلة في كل من البلاد فارس وكذلك الدولة العثمانية، بالإضافة إلى القوى الدولية ممثلة في كل من اللي هم الإنجليز أيضا الفرنسيين والهولنديين، بالإضافة إلى وجود البرتغاليين اللي مهد
لوصول هذه القوى. طبعا حدث نوع من الصراع ما بين هذه الجهات الثلاثة سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. نعم. وحرصت كل من القوى الإقليمية وكذلك القوى الدولية على محاولة كسب القوى المحلية إلى جانبها بهدف خدمة مصالحها الاستعمارية في المنطقة. طيب يعني هذا كانت ذات الأوضاع في بقية المناطق في الدول العربية، مصر، دول الشام مثلا، كانت تتنازعها أيضا هذه القوى؟ أيضا شهدت بعض مناطق الوطن العربي في تلك الفترة أيضا نوع من الارتباك وعدم الاستقرار، ولعل من أبرز هذه الأشياء اللي هو في نفس الفترة الزمنية ما حدث في عام 1798 عندما وصلت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت إلى مصر. نعم. هذه الحملة كان لها تداعيات خطيرة على المنطقة سواء عمان وكذلك منطقة الخليج، لأن بريطانيا تخوفت من وصول الفرنسيين إلى المنطقة بعد أن تمكنوا من مصر، وبالتالي عمدوا إلى محاولة تطويق تأثير هذا الوصول عن طريق اتفاقيات مع مشايخ أو زعامات المنطقة بهدف مضايقة أو التخلص من النفوذ الفرنسي. نعم. طيب دكتور، يعني ما أعرف هذه المعلومة التي انتشرت أو التي في مخيلة الكثيرين أن عمان كانت في منأى كثيرا عن هذه الصراعات، كانت أكثر استقرارا، أكثر وحدة، سيادة لأراضيها عن بقية الدول والأقاليم في منطقة الخليج العربي. هو الحمد لله يعني بعد نهاية الوجود البرتغالي في عمان وفي سواحل الخليج، نعم، عن طريق مطاردتهم من قبل القوة العربية العمانية ممثلة في دولة اليعاربة، شهدت عمان نوع من الاستقرار فيما يتعلق بوحدة الأراضي العمانية، لكن هذا لا يمنع على أن هناك كانت أطماع على عمان من قبل قوى إقليمية. مثلا العثمانيين حاولوا الوصول إلى عمان، الفرس مرارا وتكرارا حاولوا الوصول، لكن العثمانيين وصلوا، وصلوا لكنه حدث صراع بينهم وبين البرتغاليين بالقرب من مسقط. وطبعا هي كمعلومة أيضا للتصحيح، بعض يعني كانت هناك بعض المعلومات المتداولة على أن العثمانيين حاولوا يعني مساعدة العمانيين في طرد البرتغاليين، لكن هذا غير صحيح. بالفعل حدث اشتباك وصراعات ما بين البرتغاليين وما بين العثمانيين بالقرب من مسقط، لكن لم تكن دوافعه اللي هو مساعدة العمانيين، إنما خدمة العثمانيين لأنفسهم بمطاردة وإجلاء البرتغاليين على المنطقة. طيب إلى أين امتد نفوذ العثمانيين في منطقة الخليج العربي؟ طبعا شمل مناطق كثيرة من شبه الجزيرة العربية وأيضا الخليج العربي. عمان تقريبا بقيت بمنع عن السيطرة العثمانية، طبعا هم كان لهم وجود كبير مثلا في مناطق الخليج العربي في شبه الجزيرة العربية، بل حتى أن ما يعرف بقوات الجيش المصري اللي كانت تابعة لمحمد علي باشا آنذاك، وهو كان عبارة عن والي عثماني، وصلت من المعروف إلى قلب الخليج العربي في المملكة العربية السعودية حاليا. وأيضا كانت هناك صراعات وحملات عسكرية وتصادمات ما بين الأطراف اللي كانت موجودة في الخليج. طيب هذه الفترة 63 إلى 1820، هل شهدت بعضها قوة في هذه المصالح والنفوذ وبعضها شهد نسبة فتور أقل من تلك الدول؟ نعم. يعني بداية القرن التاسع عشر إلى 1920. هو شوف يعني بداية الوجود الدولي الاستعماري خاصة الأوروبي في منطقة الخليج بدأ بالبرتغاليين. نعم. وصلوا إلى المنطقة في 1506 تقريبا، واستمر وجودهم في حدود 150 عاما. نعم. لغاية ما تم طردهم بواسطة اليعاربة تحديدا في عام 1650 في عهد الإمام الثاني سلطان بن سيف. نعم. بعد البرتغاليين حدثت حالة من الفراغ السياسي في المنطقة، وعن طريقه حاولت بعض الدول الأوروبية تعويض ما هو كان موجود لدى البرتغاليين، فوصلت فرنسا، وصلت بريطانيا، وصلت إنجلترا. ما الذي حدث؟ إنجلترا كانت القوة الأبرز في تلك الفترة، حاولت التخلص من الهولنديين في البداية لكنها لم تستطع، فماذا فعلت؟ تحالفت مع الهولنديين بهدف مضايقة الفرنسيين، وبالفعل بعد أن تخلصت إنجلترا من الفرنسيين في المنطقة قامت بالتخلص من حليفها اللي هم الهولنديين عن طريق طردهم من آخر معاقلهم في منطقة الخليج والتي كانت تعرف بجزيرة خرج. فمثل ما هو واضح كانت هناك صراعات ما بين القوى الدولية بهدف الاستئثار بالسيطرة والانفراد في منطقة الخليج. إيش كان الموقف المحلي في هذه الأقاليم من هذه الصراع؟ طبعا الموقف المحلي كانت هناك نوع من المقاومة ما بين الزعامات والمشيخات اللي كانت موجودة في الخليج العربي سواء في ساحل عمان أو في بقية مناطق الخليج العربي، لكن لما وصلنا إلى عام 1820 تمكنت بريطانيا من تطويق هذه الزعامات والمشيخات
عن طريق توقيع ما يعرف بمعاهدة السلام العامة التي أنهت تقريبا المقاومة العربية وتحديدا الخليجية بالنسبة للوجود الاستعماري في المنطقة خاصة بريطانيا. هذا العام أو هذه المعاهدة أحدثت تحول كبير في المنطقة. بريطانيا من ناحية تخلصت من منافسيها الممثل في كل من فرنسا وأيضا هولندا، ومن ناحية أخرى تمكنت من بسط سيطرتها على الكثير من المناطق لأن المقاومة انتهت بتوقيع هذه الاتفاقية. ومن معروف على أن الوجود البريطاني استمر إلى السبعينات من القماضي عندما أعلنت بعض دول الخليج استقلالها من الوجود البريطاني. طيب إيش المصادر التي اعتمدت عليها واعتدت بها للحصول على هذه المعلومات؟ المصادر كانت متنوعة ما بين وثائق غير منشورة أبرزها وثائق بريطانية بالإضافة إلى أن طيب يا أخي دكتور، لما يكون المصدر من الآخر عن تاريخنا، يعني إلى أي درجة تكون المعلومات على مستوى كبير من الدقة؟ هم يكتبون لنصرة تاريخهم، لنصرة يعني أهدافهم. لا، هو شوف يعني تاريخ الخليج للأمانة ليس عمان فقط. يعني إذا نبي نبحث عن مصادر اللي هي غير منشورة ممثلة في الوثائق لابد أن نحصل عليها من دول غير خليجية ممثلة مثلا في الأرشيف البريطاني، الأرشيف الفرنسي، كذلك البرتغالي، طيب الهولندي. هذه الوثائق إيش كانت توثق؟ أو كيف كانت توثق؟ كانت توثق الأحداث عن طريق اللي هو التقارير العسكرية التي كانت ترسل من منطقة الخليج إلى مقر الدول الاستعمارية الكبرى. طبعا مثلا بريطانيا كان لها مقيمات وكذلك مكاتب في الخليج، فهذه المكاتب عمدت أو بشكل مستمر إلى إرسال تقارير عن وضع المنطقة ترسل إلى الحكومة البريطانية سواء في بومبي الهند أو في العاصمة البريطانية لندن. كذلك كانت فرنسا تفعل، هولندا، البرتغاليين وغيرها من الدول التي تملك الكثير من الوثائق التي تتعلق بتاريخ الخليج الحديث والمعاصر. كانت يعني وثائق عسكرية وصفية تصف الوضع وتصف الحالة. بالضبط، يعني كانت هي كانت فكرتها تقارير عسكرية، لكن طبعا هذه التقارير تتضمن الكثير من الأحداث عن منطقة الخليج سواء يعني من الناحية العسكرية حتى الاجتماعية الاقتصادية وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعيشة وبالأوضاع التي كانت موجودة في المنطقة آنذاك. نعم. طيب يعني ما في مصادر عربية، وثائق عربية وثقت هذه الفترة أيضا؟ لا، في طبعا وثائق عربية كثيرة يعني موجودة ومنتشرة في الكثير من الأرشيفات، بالإضافة إلى بعض الوثائق اللي هي موجودة في مؤسسات خليجية وعربية، يعني استفدت منها للأمانة شيء الكثير. لكن أبرز الصعوبات اللي واجهتني فيما يتعلق بالوثائق هي الوثائق الفرنسية. ليش؟ لأن الوثائق الفرنسية كتبت بخط لم أتمكن من فكه أبدا. للأمانة كانت وثائق قيمة، عرضتها على الكثير من المؤسسات سواء داخل السلطنة أو خارج السلطنة بهدف محاولة فك هذا الخط، لم أستطع ولم تستطع هذه المؤسسات، وبالتالي لم أتمكن من الاستفادة من هذه الوثائق بالشكل الكبير. الهولندية لا، كنت استفدت منها، وأيضا في بعض المراجع اللي هي كانت تتحدث عن الوجود الهولندي تتضمن وثائق هولندية كثيرة. البريطانية هي أكثر الوثائق اللي استفدت منها وهي أكثر الوثائق اللي يستفيد منها الباحثين بالنسبة لعمان أو منطقة الخليج. طيب يعني المصالح الدولية والإقليمية في الخليج العربي، هل معنى هذا البحث أن وجودهم كان فقط لأجل المصلحة، لم يضيفوا شيئا، لم يؤسسوا لي فكرة جديدة، إضافة، هدف؟ هو يعني شوف للأمانة عشان أجاوب على هذا السؤال لابد أن نتطرق إلى مثلا الفرنسيين. نعم. اللي عملوا في مصر أو في بعض دول شمال أفريقيا عندما تمكنوا من استعمار هذه المناطق والتواجد فيها. نعم. كان تصحبهم يعني الكثير من الأمور مثل العلماء المفكرين بهدف محاولة إيجاد تأثير فرنسي، ولا زال لحد الآن موجود. فيما يتعلق بمنطقة الخليج للأسف كانت المصالح تتمحور في شيئين: جانب اقتصادي من خلال السيطرة على موارد المنطقة وكان أهمها اللؤلؤ في تلك الفترة، وأيضا من ناحية السياسية اللي هي السيطرة على منطقة الخليج بما يخدم الأهداف أو المصالح الاستعمارية لهذه المنطقة شبه القارة الهندية أو المحيط الهندي بشكل عام. نحن نرجو لك كل التوفيق إن شاء الله دكتور. نشكرك على هذه الدراسة وعلى هذا الكتاب الذي سيضاف
إلى مكتبتنا العمانية والخليجية والعربية والدولية أيضا حول الدراسة المصالح الدولية والإقليمية في الخليج العربي 1763-1820. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد بن حمد الشعيري وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا راشد على هذه الفرصة اللي من خلالها أتيحت لي للحديث عن هذه الرسالة وأهميتها فيما يتعلق بتاريخ الخليج. شكرا لك دكتور. تم تواصل معكم مشاهدينا، ما زالت معنا مجموعة مختلفة ومتنوعة من المتابعات واللقاءات والتقارير. بعد قليل راح تتابعوا المسح الشامي الأسري، تفاصيل كثيرة متعلقة بهذا المسح. ينفذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المسح الأسري الشامل، والذي يغطي مختلف جوانب الحياة، وتستمر أعماله لمدة 4 سنوات متواصلة من خلال مسح رئيسي وثلاثة مسوحات مرافقة تنفذ لسنة أو أكثر. ويهدف المسح إلى وضع السياسات السكانية السليمة، وذلك من خلال متابعة القوى الوطنية والوافدة ومساهمة كل منها في النشاط الاقتصادي، إلى جانب معرفة العوامل المؤثرة في سوق العمل وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى متابعة التغيرات في معدل التشغيل والباحثين عن عمل. ويشمل المسح 1220 أسرة شهرياً في جميع محافظات السلطنة، بواقع 14460 أسرة في السنة. كما تم تأهيل وتدريب الباحثين من خلال العديد من الدورات التدريبية بهدف رفع مستوى الأداء والكفاءة الوظيفية. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا لكم مجددا وحديثنا حول المسح الشامل الأسري، هذا المسح الذي يتناول جوانب كثيرة متعلقة بالأسرة، يناقش موضوعات ويتعرف على معلومات غنية ومتنوعة متعلقة بالأسرة من نواحي اجتماعية اقتصادية ثقافية وموضوعات أخرى. بدأ المسح تقريبا من نهاية 8 أغسطس الماضي، وطبعا تفاصيل أكثر متعلقة بهذا المسح وآليته والموضوعات التي يحاول التعرف عليها من خلال وجود نفيسة بتحارث البوسعيدية، وهي مساعد المدير للشؤون الفنية للمسح الشامل الأسري. مساء الخير وسعيدين جدا بوجودك معنا. يا مرحبا فيك، حياك الله. نعطي المشاهد بداية فكرة عامة حول هذا المسح. المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أجرى مجموعة أيضا من المسوحات ومجموعة من الدراسات. فما هو هذا المسح الشامل الأسري؟ طبعا هو المسح أسري بالعينة، تغطي جميع محافظات السلطنة، وكذلك يغطي كثير من المجالات ومتطلبات واحتياجات الدولة من معلومات، مثل القوى العاملة، مثل تكنولوجيا المعلومات، مؤشرات التعليم وغير ذلك من المعلومات. طبعا مثل ما هو معروف، حكومة السلطنة اهتمت اهتمام كبير بالإحصاء ولما له من أهمية في تعزيز المعرفة ودعم صانع القرار في مختلف المجالات. وهذا المسح طبعا يعمل على تأسيس قاعدة بيانات خصبة لتوفير هذه البيانات للمؤسسات في مختلف القطاعات، وخاصة للمؤسسات التي تهتم لأغراض التخطيط وتنفيذ. إذن فكرة هذا المسح أستاذة نفيسة أنه يتوجه إلى الأسر العمانية في مختلف محافظات السلطنة، هو يتوجه الأسر العمانية والوافدة. أيوة. إيش الهدف؟ طبعا إحنا عندنا هذا المسح يتكون من المسح الرئيسي وعندنا مسوحات مرافقة. ممتاز. المسح الرئيسي هو يشمل الأسر العمانية والوافدة، أما المسوحات المرافقة اللي هو الباحثين عن العمل والدوران الوظيفي خاص للعمانيين فقط. طيب أنت ذكرتي أن هذه نتاج هذا المسح يقدم للجهات المعنية بالتخطيط، المعنية بالدراسات، المعنية حتى يعني هو يخدم جميع القطاعات، يعني يخدم جميع القطاعات التي تهتم في الأغراض التخطيط وتنفيذ. طيب إيش المعلومات اللي راح يتناول هذا المسح؟ إيش يهمكم؟ إيش المعلومات اللي حابين تتعرفوا عليها من خلال هذا المسح؟ المعلومات عن الأسر قصدك؟ بالضبط. طبعا إحنا الأسر راح يعني
في استمارة رئيسية اللي هي ناخذ بيانات الرئيسية من الأسر وبيانات الشخصية لكل أفراد الأسر، وبعدين نتنقل إلى الحالات البيانات اللي هي حالة النشاط الاقتصادي، بحيث إذا كان الشخص مشتغل يعني في أسئلة خاصة بالمشتغلين. في البند الأول يشمل معلومات عامة، عدد معلومات عامة، أفراد ذكور وإناث. أيوة معلومات عامة، وبعدين ندخل في التخصص، يعني إذا كان الشخص هذا مشتغل ففي أسئلة خاصة بالمشتغلين، إذا كان هذا الشخص باحث عن عمل في أسئلة خاصة ب وهكذا يعني. في طيب يعني في سؤال يخطر في بال ربما الكثيرين الآن، طالما هذه المعلومات التي تبحثون عنها، هذه المعلومات ما متوفرة في التعداد؟ ما متوفرة في الجهات المعنية مثل ما قلت لك أن هذه بيانات، يعني التعداد صار لها من 2010، فهذه البيانات راح تكون قديمة يعني طبعاً. فالبيانات الإحصائية هي كل بعد فترة لازم تحدثها هذه البيانات، على أساس أنك أنت الحين تستخدمها لأغراض التخطيط وتنفيذ المشاريع. فإذا كان بياناتك قديمة ما راح تخدم الجهات المعنية، فما راح تعطيهم البيانات الصحيحة، فهي تعمل على تعزيز المعرفة هذه البيانات وتساعد للمتخذين القرار. أيوة، أن عندك أنت بيان حديثة ما يعتمدوا على بيانات قديمة. إذن هذا المسح يشمل كل الأسر؟ هو لا، هو مسح بالعينة، ما يشمل كل الأسر، مسح بالعينة. طبعا هي يعني تغطي جميع محافظات السلطنة بس بالعينة. هذا طبعا يختلف عن التعداد. طيب. التعداد مختلف، التعداد هي مسح لجميع الأسر السلطنة. طيب. أو جميع. إيش النتائج اللي راح تحصلوا عليها؟ هذا بعدين نكبر البيانات وتغطي على مستوى السلطنة ككل. نعم. طيب يعني في أنت ذكرتي بعد البيانات الشخصية والبيانات العامة تتجهوا إلى البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. أيوة. إيش الأسئلة اللي تتناول هذه الاستمارة؟ هي عن مثلا طبيعة النشاط. إذا كان هذا الشخص مشتغل راح نسأله عن مهنته وعن قطاع العمل اللي يشتغل فيه، المؤسسة اللي يشتغل فيه، النشاط الاقتصادي، مصادر الدخل له. فهذه الأسئلة اللي هي خاصة بالنشاط. طيب هذا المسح لما تأخذوا عينة أسرة، كل فرد من أفراد الأسرة تسألوا هذه الأسئلة؟ طبعا هي الأسئلة يعتمد على العمر وجنسية الشخص هذا، الفرد هذا. طبعا في أسئلة خاصة للوافدين وفي أسئلة خاصة للعمانيين. طيب يعني مثل هذه المسوحات كيف يتم أخذ العينات حتى تكون عينات دقيقة، عينات شاملة عامة؟ هي طبعا بأسلوب إحصائي يتم سحب العينات. خبرينا عشان نتعرف على هذه والله الطريقة. والله هم متخصصين في العينة، هم يقوموا بسحب العينات يعني بحيث أنها تشمل كل محافظات كل السلطنة، كل محافظات السلطنة وكل ولايات السلطنة، تغطي كل ولايات السلطنة. لكن كيف نضمن طبعًا فكرة التباين؟ فكرة أن طبعا هذا يعتمد على المختصين بسحب العينة، تعرف. أيوة، لأن هي أسلوب يعني لسحب العينة إحصائي بحت. أيوة فيها معادلات، فيها كذا راح تطول أرقام يعني. رياضيات. أيوة في عدد أسر معينة تم إجراء المسح؟ أيوة طبعا المسح الشامل يتضمن على مستوى السنة 14,460 أسرة، وعلى مستوى الشهر 1220 أسرة. إلى الآن هذه عمانية ووافدة. إلى الآن أجريتوا طبعا إحنا شهرياً 1220 أسرة، يعني يتم يعني ننفذ المسح على 1220 أسرة. نعم. وطريقة المسح فقط تعتمد على فكرة الاستمارة، في فكرة مقابلة؟ طبعا الأسلوب جمع البيانات في طريقتين. طبعا إحنا أول شيء في المسح في الشهر يعني يتم تنفيذه على مرحلتين. المرحلة الأولى المنطقة اللي تم تحديده فيه المسح يتم تحديثه لمدة 7 أيام. أثناء هذا التحديث في أسئلة طبعا يتم أخذه من رب الأسرة، اسم رب الأسرة وعدد الأفراد الأسرة وكم عدد الوافدين وكم عدد العمانيين في هذه الأسرة، ويتم سؤال رب الأسرة إذا لديه الرغبة في استيفاء بياناته بالاستيفاء الذاتي اللي هو عن طريق الانترنت، يعني في عندنا الاستمارة عن طريق الانترنت. طبعا إذا تم إذا اختار رب الأسرة هذا الأسلوب، ف
فبعد 7 أيام يتم تنفيذ المسح. ممتاز. فأي فرد أو أي رب أسرة تم اختيار الأسلوب الاستيفاء الذاتي فالباحث ما يتم زيارته ميدانيا. أما الأسر الذي يعني لم يتم اختيار الاستيفاء الذاتي، في بعض الأسر ما عندهم مثلا جهاز الحاسوب أو ما عندهم شبكة الإنترنت أو فما يتم اختيارهم مثلا، أو ما عندهم شخص مثلا يعرف يتعامل مع إدخال البيانات، فيتم زيارته ميدانيا. طيب أنا أفهم من كلمة المسح الشامل الأسري أن يشمل كل الجوانب المتعلقة بالأسرة، ما فقط المجالات الاقتصادية. لا، هو كل الجوانب، من الجانب الاجتماعي، جانب التعليم، جانب استخدام الإنترنت مثلا، استخدام الحاسوب، فعدة أسئلة كثيرة عن الصعوبات، فأسئلة كثيرة جدا يعني يشمل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وكل أفراد الأسرة؟ لكل أفراد الأسرة، بس طبعا مثل ما قلت لك يعتمد على سن الفرد. مثلا الأطفال اللي هم أعمارهم من 0 إلى 5 سنوات عندهم أسئلة بسيطة جدا يعني جدا. أيوة، فالأسئلة موضوعة على حسب عمر الفرد. طيب يعني من ناحية إحصائية مثل هذه المسوحات كيف توضح النسبة العامة أو كيف تنقل الصورة العامة للوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر طالما أنتم اعتمدتوا على فكرة العينات؟ لا، ما هي في أسلوب تكبير العينة، لا هي عملية إحصائية. أيوة، إحنا بياناتنا كلها يعني طبعا تنشر بعد التكبير حتى لو كانت مسوح بالعينة، فيتم عملية تكبير هذه العينة وتنشر البيانات على مستوى السلطنة، يعني على مستوى يعني عدد السكان في السلطنة. لا، يعني هي بس عملية جمع البيانات يتم بالعينة فقط. لا. طيب يعني مثل هذه المسوح كيف تشمل أو كيف تضمن فكرة المرونة؟ أقصد بالمرونة أنكم تجروا المسح في شهر 8 2015، وفرضا قد تنتهوا من نتائج المسح في 2017 بعد 3 سنوات، فكيف تضمنوا فكرة أن هذه الأسرة ما توسعت في نشاطاتها الاقتصادية، في نشاطاتها الاجتماعية، المؤشرات التعليمية، يعني ما تغيرت هذه المؤشرات من وقت إعلان النتائج؟ كل أسرة تكون معنا مدة شهر فقط، وننتقل من شهر إلى شهر إلى العينة، لكن النتائج بعد بتكون عامة. أيوة، وبعدين عاد نكبر العينة ويتم نشره سنويا. يعني مش إنه بعد 3 سنوات أو بعد ما ينتهي من المسح، لا، أيوة، سنويا في بيانات تنشر، وفي شهريا في نسب نفس الشيء راح تنشر، مؤشرات راح تنشر. إيش طبيعة هذه النسب والبيانات؟ أي موضوعات تتناول يعني؟ هي موضوعات المسح نفسها. أيوة، مثلا القوى العاملة، كم عدد المشتغلين، كم عدد نشروها بشكل دائما، الساعة السكانية. أيوة، بس هذه حديثة، يعني بيانات حديثة توك أنت نازل الميدان، يعني يختلف بين أنك أنت تتعامل مع تعتمد على بيانات التعداد السابق من أنك تعتمد على بيانات حديثة. والأفراد اللي راح يجروا هذا المسح إلى أي درجة من التأهيل والتدريب والقدرة على التعامل؟ طبعاً أيوة، طبعاً تم يعني التحاقهم بدورة تدريبية مدتها 3 أسابيع، وكانت التدريب مركزية في محافظة مسقط، فكل القائمين بالمسح يعني بمختلف المحافظات، طبعاً هم موجودين في مختلف المحافظات، تم يعني التحاقهم بالدورة في محافظة مسقط لمدة 3 أسابيع، وأخذوا طبعاً التدريب النظري والعملي. هو يعني نحن نعرف أن لكم إجراءاتكم الإحصائية ولغتكم الإحصائية الخاصة في التعامل مع هذه المسوحات، لكن كنا نتوقع مع التقدم التكنولوجي أن لا تضطروا إلى نزول الميدان، أن الواحد يملي بيانات ويملي المعلومات وهو في موقع. أيوة، والله هذا إحنا نتمنى، يعني نتمنى أن الكل يعني يختاروا هذا الأسلوب. طبعا هذا إحنا لازم نسألهم أسئلة اختيارية، هذا سؤال اختياري رب الأسرة إذا كان يريد استيفاء الذاتي. فالمشكلة أن أحيانا مثلا بيختار استيفاء الذاتي، فإحنا نعطي لمدة 5 أيام أنه يستوفي البيانات عن طريق الاستيفاء الذاتي، بس يمكن رب الأسرة يكون مشغول أو يطلع له ظرف معين ما يقدر أنه يستوفي في مدة هذا المهلة اللي ما عطينا إياها، فنضطر أن الباحث يروح له
أيوة يروح له ميدانيا وياخذ من البيانات. إذن يعني الفكرة الآن راح تعلن نتائج وبيانات شهرية وبيانات سنوية. في بيانات أيوة شهرية راح تنشر إن شاء الله. إلى الآن ولا بيان نزل؟ لا الحين بعدها لأن تونا بعدين. نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله، نرجو التعاون من الجميع لنجاح إن شاء الله. هذا اللي نتمنى من كل يعني الأسر اللي واقعة في العينة إن يتعاونوا مع العاملين في الميدان، وهنا هذا يعني راح تفيد المجتمع العماني ككل والسلطنة يعني ككل. نرجو لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك أستاذة نفيسة بتحارة المساعدية مساعد المدير للشؤون الفنية للمسح الشامل للأسر، شكرا جزيلا لك. شكرا أحسنت. إذن مشاهدينا مستمرين معكم، ما زالت لدينا مجموعة أخرى من اللقاءات والتقارير. تقريرنا القادم يمهد لضيوفنا القادمين الذين سنتعرف من خلاله على نتائج مسابقة ساس 48 من خلال استضافة مشروعين. قبل ذلك نأخذكم إلى هذا التقرير الذي يؤكد على فكرة تبني السلطنة لسياسة الإبداع والابتكار في التطبيقات الإلكترونية، وبعدها راجعي لكم وضيوفنا الأعزاء في برنامجكم من عمان. تعرف الفائدة اللي نحصلها عند ممارسة النشاط البدني؟ إذا كنت بديناً أو وزنك صحي، فإن ممارستك للنشاط البدني لمدة 60 دقيقة بالنسبة للأطفال و30 دقيقة بالنسبة للبالغين لها فوائد كثيرة. أثبتت الدراسات العلمية أن الأطفال النشيطين بدنياً تتطور قدرات أعضاء أجسامهم الحركية، وأيضاً يتحسن تحصيلهم الدراسي، وأن البالغين النشيطين بدنياً لهم القدرة على مقاومة الأمراض المزمنة والوقاية منها، وأن المسنين النشيطين بدنياً لهم القدرة على المحافظة على قدراتهم الذهنية وعلى قوة ومرونة وتوازن أعضاء الجسم وتقيهم خطر السقوط. أضف إلى ذلك أن كل النشيطين بدنياً ينعمون بنوم هانئ. لا يكفي للفكرة أن تكون جيدة، الأهم من ذلك أن تكون قابلة للتطبيق، فهناك الكثير من الأفكار المذهلة ولكن يستحيل تطبيقها على أرض الواقع، ويوما بعد يوم تتزايد أهمية الابتكار والإبداع، حيث تسهم الثقافة الإبداعية في حل الكثير من المشكلات وتذليل العديد من الصعوبات التي نواجهها في حياتنا اليومية والعملية، وهو الأمر الذي يحتم بناء ثقافات ابتكارية وإبداعية تضمن أداء أفضل للمؤسسات الحكومية والخاصة. ومن أجل ذلك جاءت مسابقة ساس 48 التي نظمتها هيئة تقنية المعلومات بهدف دعم ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي للشباب العماني، الذي سيمكنهم من بدء مشاريعهم والتأسيس لشركات سيكون لها دور في الرقي بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السلطنة. وقد أظهرت المسابقة العديد من المشاريع الشبابية التي قد تسهم في تجويد أداء الكثير من المؤسسات وتسهيل الكثير من الإجراءات في حال تطبيقها. رجعنا لكم مشاهدينا مجددا في برنامجكم من عمان. في الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم الخميس كنا قد انتقلنا بكم إلى ولاية صحار، وكانت هناك مسابقة ساس 48. هذه المسابقة التي تستهدف مجموعة من الطلبة من الباحثين عن عمل ومن الموظفين أيضا الذين يبدعون ويبتكرون في مجالات البحث العلمي، في مجالات المشروعات والتطبيقات والأفكار المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات. نحتفي بالفائزين بالمركز الأول والمركز الثاني في هذه المسابقة من خلال مشاريعهم، ونتعرف أيضا على أفكارهم الإبداعية التي من الممكن أن تتحول إلى منتج. نرحب بمحمد بن حيدر اللواتي وهو مدير التسويق بفريق استقدام الحاصل على المركز الأول. مساء الخير وألف مبروك. مساء الخير. الله يسلمك. حصلتوا على المركز الأول. الحمد لله. كنتم متوقعين من البداية أنكم تكونوا المركز الأول؟ والله نحن لما بدينا الشغل قلنا لهم نركز على الأول يعني، ف همتنا يعني ما نقصت على طول الايام اللي كنا نشتغل فيها. على الرغم ان يمكن بعض الافكار بسيطه، لكن كيف الواحد يطورها؟ والله هي تعتمد على
السوق اللي انت راح تدخله وعلى عدد الزبائن اللي راح تحصله. فاحنا كنا مؤمنين ان عمان فيها هذا النقص وكنا مستعدين لتوفيره. جميل. اما الفريق الحاصل على المركز الثاني فريق ذكي، شاف في مشكله فوجد لها هذا الحل. نرحب بكم جميعا مشاهدينا بهالة بنت عبد الله العميريه، مصممه فريق تيسير الفائزين بالمركز الثاني. مساء الخير والف مبروك. مساء النور، الله يبارك فيك. كنتوا تتوقعوا ايضا حصولكم على مركز متقدم؟ متوقعين احد المراكز الاولى. هو على العموم احنا من خلال كان استضافتنا لمجموعه من المختصين في هذه المسابقه ابدوا ان هناك مجموعه من الافكار الابداعيه. فكرتكم ايش؟ مسابقه تطبيق تيسير، تطبيق تلفوني. لو جينا شوي نتكلم عن هذا، لاحظنا في الفترات الاخيره أن كثير من العمانيين تورطوا مع حملات غير مرخص لها من قبل وزارة الأوقاف، فهذه المشكلة لاحظنا أنها سنويا تتكرر، لكن هالسنة كانت يعني ظاهرة بشكل كبير في مجتمعنا العماني. فقعدت عاد هذه المبادرة الشبابية من قبل كلية العلوم التطبيقية بزحار، قررنا عمل تطبيق علشان نحد من هذه الظاهرة، نوقف من هذه الظاهرة. فقمنا عاد بإنشاء تطبيق تيسير ضمان وأمان، السلوك جماله كان ضمان وأمان. فلو جينا شوي نتكلم عن هي فكرة تنسيقية بين الحاج وبين الحملة وبين وزارة الأوقاف. أيوة. فلو جينا نتكلم أكثر عن هذه، إنه التسجيل الحاج تكون تسجيل إلكتروني، بإمكان لما يدخل التطبيق اختار الحملة اللي يحتاجها، وصاحب الحملة بإمكانه يحدد عدد معين للأشخاص اللي يريدهم ينتسبوا للحملة. فهذا التطبيق يعني لو جينا نتكلم عن آلية عمل هذا التطبيق، نتكلم عن آلية العمل، لكن بعد ما نتعرف أيضا على فكرة استقدام، على الرغم من فكرتكم انتم يمكن فكره جديده صح؟ ايوه، يعني ارتبطت بالمشكله اللي صارت. ايوه، لان المجتمع العماني سنويا يواجه هذه المشكله وصار في تطور ولحد الحين ما وجد لها حل، فقررنا نوجد لها. انتم فكرتنا هي موقع الكتروني يسهل عليك البحث عن الايدي العامله عن طريق الانترنت، يعني تجيك المكاتب المختصه بجلب العمال يرفعوا لك العمال الايادي العامله الموجوده عندهم، بحيث ان كل المواطنين الموجودين في السلطنه يشوفوها. فبدل ما يضيع وقته يقطع مسافات يدور من مكتب لمكتب، نحن سهلنا عليه الموضوع انه كل شيء موجود عن طريق الانترنت، يقدر يحجز يتواصل مع المكتب وبكذا نكون سهلنا عليه. يعني انتم عمليه تنسيقيه بين المكاتب استخدام العماله وبين اللي يرغب باستخدام هذه العماله. بالضبط. وفي هي فيها فكره جديده، يعني احيانا في عماله لا ترغب يعني بالبقاء في هذاك المكان، ففي شخص ثاني يرغب في هذه العمالة اللي ما تريد تكمل الشغل، فيصير تحويل بسيط بين المواطنين بدون تدخل المكاتب. طيب يعني ايش فيها الفكرة؟ شيء جديد مبدع مبتكر. يعني هي في العادة ان العمالة تسافر، يعني اذا ما ارادت انها تكمل في البيت تريد تسافر، فبدل ما تسافر في شخص اخر محتاج لهذه العمالة ياخذها كذا. وايضا يعني في وكل القطاعات في اي مجال من المجالات؟ حاليا نحن ركزنا على عاملات المنازل، السواقين، الطباخات وكذا بهالطريقه، وان شاء الله مستقبلا راح نتوسع. والعباره عن تطبيق في الهواتف الذكيه؟ لا، حاليا نحن موقع الكتروني ومستقبل او نعمل على تطويره. ايش الشيء اللي اهلهم انهم يحصلوا على المركز الاول ما حصلتوا انتم على المركز الاول؟ والله ما اعرف ايش هي النقاط اللي اعتمدوا فيها المقيمين. انت ايش رايك في مشروعهم؟ جميل مشروعهم، بس على كفكرة فكرة جديدة تحل مشكلة واجهها المجتمع العماني، فأحس فكرتنا كانت قوية جدا. وكنا واثقين أحد المراكز الثلاثة الأولى، وكنا متأملين المركز الأول. لكن أنتوا إيش آلية تنفيذكم لهذه الفكرة؟ كيف اعتمدتوا على تنفيذها؟ طريقة عملها أنه الحاج اللي يريد يسجل إلكترونيا داخل التطبيق، فيختار الحملة اللي يحتاجها. كنا عندنا حملات، طبعا الحملات الموجودة في التطبيق فقط الحملات المرخصة من قبل وزارة الأوقاف، فبعد ذلك هنالك يعني يقدر يختار الحملة من خلال مميزات عدة في التطبيق، مثلا من ناحية السعر، مكان، طريقة النقل، يعني في مميزات كثيرة في الحملة يقدر يضيفها صاحب الحملة. بعد فترة يعني يوصل إشعار لوزارة الأوقاف بأن الشخص حاج سجل في الحملة الفلانية، فبعدين إذا حب يتأكد يدخل رقم البطاقة الشخصية ماله، طبعا بعد ما يدخل البيانات في البداية يدخل رقم البطاقة الشخصية ماله، فتطلع له معلومات اذا هو تم تثبيته في الحمله الفلانيه او لا. طيب يعني كل واحد لما وجدت هذه المشكله كان يذكر ان الحل الافضل والامثل لهذه المشكله هذه الفكره اللي ذكرتوها. فانتم ايش الشيء الجديد اللي اضفتوه الى الافكار الوارده في اذهان الجميع؟ يعني كل واحد كانت هذه الفكره وارده في ذهنه صح؟ ما وردت في ذهنك هذه الفكره؟ ليش ما نحل المشكله الكترونيا؟ افكر ان اتوقع ان هذه الفكره ما جت على بالي
الشخص الثاني، لأنه واجهنا إحنا لاحظنا إن المشكلة ظهرت بشكل كبير في المجتمع العماني، فالتطبيق تليفوني ما موجود مثلا مع وزارة الأوقاف، ما موجود معهم، فلازم الشخص. وزارة الأوقاف أعلنوا بعد فترة من هذه الإشكالية أنهم سيطبقوا بدءا من العام القادم فكرة إلكترونية الواحد يتأكد من حصوله على بطاقة الحاجة بشكل رسمي إلكترونيا، لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن. فقررنا نحن نعمل على هذه الخطوة، فإذا إن شاء الله يصير في تناسق بينه وبين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ويعتمدوا هذه. هو عبارة عن موقع تطبيق تليفوني يكون يسهل على المستخدم، يعني بدل عن يسير في النت يكون عنده تليفونه جاهز والتطبيق يحمله معه ويقدر يسجل فيه من خلاله. والبيانات المطلوبة والمعلومات، البيانات المطلوبة بالنسبة للشخص يقدر يدخل رقم الجواز، رقم الشخصي، رقم المدني، تاريخ انتهاء الجواز، وفي بيانات ثانية مثل الولاية. جميل. كيف أهمية هذه المسابقة تشوفها محمد فيها كانت السبب في هذه الأفكار الموجودة عندكم؟ لو اتيحت لكم الفرصة أكثر من 48 ساعة ممكن تبدعوا أكثر؟ طبعا كان تحدينا الاول والاخير كان الوقت، لان خلال يومين كان ضغط رهيب على الشباب وما قصروا، لكن لو كانت هي شويه اعطونا مده شوي اطول كنا ابدعنا اكثر واكثر وقدمنا اشياء يعني افضل عن اللي قدمناها في المسابقه. لكن المسابقه راوتنا ان احيانا 48 ساعه تسوى 10,000 ريال، فيعني دائما وقتنا يكون 10,000 ريال اللي حاصل على المركز الاول بالضبط. وايضا يساعدكم بايش؟ يعني يساعدك انك تستغل وقتك بطريقه صحيحه مرتبه، وايضا نحس بقيمه الوقت اللي نحن فيه. طيب انا بسال هاله واريد اسال محمد سؤال. نحن نعرف الكثير من التطبيقات اللي ظهرت مؤخرا، حتى فكره المواقع، مواقع التواصل العالميه وبرامج الكمبيوتر، برامج الانترنت، فكرتها الرئيسيه انها قابله للتطوير. يعني اليوم فيها بهذا الوضع بعد شهر شهرين نشوفها تطورت باضافه خدمات جديده، باضافه ميزات جديده. تطبيقاتكم قابله للتطوير بشكل اكبر؟ اكيد. يعني تطبيق تيسير ايش ممكن يتطور اكثر؟ يعني في كثير، يعني مثلا احنا هدفنا ان نوصله عالميا، يعني الاشخاص يقدروا يحصلوا على تاشيرات الحج يعني على مستوى العالم. فان شاء الله يعني هناك في عده استراتيجيات نحن وضعناها وان شاء الله ما نقدر نصرح بها حاليا. ايش اهم فكره تطويريه للمشروع مستقبلا؟ ايش بتكون غير فكره الفكره العالميه؟ الفكره العالميه تحتاج موافقات واشتراطات وجهات. اذا تبنتها وزاره الاوقاف شؤون دينيه ان شاء الله بنعمل على تطويرها اكثر. مثلا والله يعني كثير امور، يعني ممكن تضاف فيها ميزة وخدمة أخرى، أن الحاج يستطيع أن إضافة إلى حجز الحملة مثلا يتعرف على الخدمات الموجهة من هذه الحملة، مكان السكن، مكان الإقامة، طريقة النقل. هذه الأشياء تكون موجودة من البداية، يعني احنا موفرينها في التطبيق من البداية، أن معلومات عن الحملة كلها متوفرة، معلومات دقيقة، معلومات دقيقة. وين بيسكن الحاج وين بينتقل وايش طبيعة الحافلة. لأنه أي شخص يريد يروح للحاج لازم يعرف السعر، في أشخاص ما يقدر يدفع مبالغ كبيرة، فممكن احنا موفرين السعر، يعني الإقامة، طريقة النقل، حتى مواصفات الباص اللي بيروحوا فيه. طيب ومحمد إيش من الممكن نتطور فكرة استقدام بشكل أكبر؟ نطور فكرة استقدام إن ندخل في مجال البناء ومجال بقية يعني القطاعات اللي مثلا قسم التنظيف، قسم الزراعة، يعني ندخل نضيفوا مجالات جديدة، يعني نضيف مجالات جديدة. وأيضا هي الحين فكرتنا الرئيسية إن نحول للتطبيق الهواتف الذكية، لأن حاليا العالم كله معتمد على الهواتف الذكية، والإنترنت يعني بيكون مثل شبه قديم بالنسبة للجيل الموجود. على الرغم من شيء جديد، أيضا ذكرت في حاجة، نحن الحين هذا التطبيق فقط مخصصينه لحملات الحج، لكن مستقبلا إن شاء الله بنضيف في حملات الحج وحملات العمرة. تيسير، لكن عن وين بيكون التيسير؟ تيسير تسهيل، لأن إحنا الحين المشكلة الأساسية إنه في حملات تكون غير مصرح لها، فما يسمحوا لهم إنهم يعني يدخلوا الحدود، فبواسطة هذا التطبيق بيكون جميع الحملات الموجودة فيها فقط مصرح لها مقابل وزارة الأوقاف. شو بقية الأفكار؟ والله كل الأفكار الموجودة هناك جميلة، لكن كقضية كبيرة تواجه المجتمع العماني صراحة كنا مقتنعينها بفكرتنا أكثر. في أفكار ثانية شدت انتباهك محمد شفتها؟ والله هي فكرة واحدة أنا يعني أعجبت فيها لأني كنت أفكر فيها من زمان، اللي هي فكرة فريق راشن. هي فكرة أن جلب الأغراض المنزل إليك للبيت يعني بدون ما تروح أنت. فيعني أحيانا الواحد يكون مشغول ينسى حاجة شيء، فالشباب يعني فكرتهم جدا جميلة، وأنا كنت أتوقع أنهم يحصلوا المركز الأول، لكن استقدام حصلت على المركز الأول للأسف، يعني أخذناها عليهم. طيب يعني أنا أريد أسأل عن فكرة استقدام، يعني هذه المشكلة ترى مشكلة تواجه العالم أجمع. صحيح. الحصول على أيدي عاملة ماهرة متمكنة من القيام بالأعمال،
هل موقعكم يتيح خيارات متعددة لهذا العامل؟ موقعنا شروط العامل أو ميزات هذا العامل؟ بالضبط. نحن موقعنا كيف يعتمد؟ أن أنت في السي في الخاص بالعامل موجود على الإنترنت، فأنت تقرأ المواصفات اللي أنت تريدها. هذا السي في تحصلوا عليه من المكاتب؟ من المكاتب. طيب يعني أنتم فكرتكم حتى تنجح يشترط أن المكاتب يتعاونوا معكم؟ صحيح. هذا بالعكس، نحن فكرة تسويقية للمكاتب، لأن بدل المكتب يعتمد. بس المقابل أكيد نحن إلنا نسبة جدا بسيطة وما من ال. يعني نفس فكرة البوكينج، فكرة المواقع الحجز. أحسنت. هي بنفس الطريقة، وأيضا يعني عندنا أغلب مكاتب جلب الأيدي العاملة في مسقط، ففي ناس تجي من خارج مسقط إلى مسقط وأحيانا ما تلقى اللي تريده وترجع خالية الأيدي، فبدل لا يجي ويضيع وقته ويضيع المشوار وكذا يكون عارف هو إيش يريد ومن وين. جميل. طيب هلا، يعني في من الممكن أنكم تشتغلوا على أفكار أخرى متعلقة ببعض المشاكل غير فكرة تيسير؟ إن شاء الله في مسابقات الساعة 48 الجاية بنحاول نفكر كذا فكرة، يعني مشكلة تواجه المجتمع وندور لها فكرة. هي أساس التقنية كذا أنها تحكي لها، ما ممكن تضيف شيء غير حل المشكلات؟ لا يعني حسب الفكرة المبتكرة، فكرة جديدة أو مثلا في مشكلة تواجه المجتمع وانت حصلت لها تطبيق، فأنها يعني كأنك ترشحك أنك تفوز أحد مراكز الثلاثة الأولى. جميل. وأنتوا إذا أيضا تشترطوا تنسيق مع الحملات المختلفة؟ أيوة. وأيضا راح يكون برسوم معينة تنسيق مع الحملة؟ أيوة إن شاء الله. جميل. نحن نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله، نشوفكم الله. ونشوف تطبيقاتكم على المستوى العالمي. نشكرك على وجودك معنا، مديرة التسويق بفريق استقدام الحاصلين على المركز الأول في مسابقة الساس 48 محمد بن حيدر اللواتي. شكرا جزيلا لك. شكرا. يا محمد، موفقين إن شاء الله. وشكرا لك أيضا هالة بنت عبد الله العميرية مصممة فريق تيسير الحاصلين على المركز الثاني في المسابقة. شكرا جزيلا لك. بس كلمة أخيرة إذا ممكن. تفضلي. طبعا بداية أحب أشكر الفريق الموجود معنا، عندنا بروجكت مانجر أستاذ أحمد الشبلي، عندنا التسويق أستاذ حمد المعماري وزميلتي أميرة الفليتية، وأيضا منسى المبرمج المبدع معاذ البلوشي. بس حبيت أوضح نقطة لكثير من الأشخاص وكثير من المؤسسات، أن مخرجات كليات العلوم التطبيقية طلاب مبدعين، طلاب قادرين على أنهم يبتكروا، طلاب قادرين على أن يفقروا طاقاتهم في المجتمع العماني وخارج المجتمع العماني. هذا كل طلاب عمان وكل شباب عمان هم شباب كفو وشباب على مستوى كبير من القدرة والإجادة، وأنتم أحد هذه النماذج. نشكركم على وجودكم معنا وكل التوفيق لكم إن شاء الله. إذن مشاهدينا مستمرين معكم في بقية المتابعات واللقاءات في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. وقفتنا القادمة ستكون وقفة حالمة مع الشعر، مع الجمال، مع الكلمات الطاغية، ولكن في حب عمان مع الشاعر عبد العزيز العميري. لكن بعد ما نهديكم هذه الأغنية.
حياكم الله مشاهدينا مجددا. كما قال أحدهم: إنني لا أتخيل أن أعيش في عالم خال من الشعر. الشعر هو ذلك الشعور الذي يحرك وجداننا، هو ذلك الذي يدفعنا للكثير من العمل والعطاء، هو الذي يحل الكثير من مشكلاتنا، هو الذي يدعونا لأن نكون أكثر تفاؤلا، أكثر حلما، أكثر سلاما. نتواصل في الدقائق القادمة مع الشاعر الجليل عبد العزيز بن حمد العميري. مساك الله بالخير، سعيد جدا بوجودك معنا. مساء الخير راشد، وكذلك امسي على المشاهدين الكرام. انا سعيد يعني بالتواجد معك في هذا البرنامج، وايضا تحيه لجهودكم الجباره بصراحه. انتم كل ليله تخلونا كذا ابديت مع كل الاحداث في بلادنا الحبيبه عمان. انت يعني شاعر وايضا زميل الاعلام من خلال برنامجك اللي كنا نتابع، برنامج شراع على اذاعه الشباب. توقف هذه الفتره؟ توقف ايوه، بيرجع ان شاء الله. ان شاء الله يرجع على شهر واحد ان شاء الله في الدوره، البرامج اللي راح تكون شهر واحد، وإن شاء الله عايد بحلة جديدة إن شاء الله. يعني الشعر إلى هذه الدرجة من التجدد والحياة، أن نحتفي به دائما، أن يكون حاضر في مناسباتنا المختلفة، نخصص له برامج، إلى هذه الدرجة الشعر يعني موجود في تفاصيل حياتنا ويومنا. أنا أعتقد يعني راشد الشعر هو أو الشاعر بالأحرى هو لسان المجتمع. يعني أنا تستحضرني كذا مقولة للشاعر الراحل أمل دنقل، يعني ينبغي على الشاعر أنه يصنع علاقة مع كل التفاصيل الموجودة في هذه الحياة، حتى مع الظل اللي يتكي عليه، وكذلك مع الحديقة اللي يمر بها، حتى مع السنبل اللي يحصدها من أجل أنه يصنع بها الرغيف. فالشاعر ينبغي أن يكون انعكاس لكل هذا، ليس فقط للإنسان وإنما لكل أبجديات هذه الحياة اللي موجودة معنا. الشاعر هو لسان حتى العصفور اللي يكون محبوس في القفص. أعتقد أنه الشاعر أوسع من أنه يكون همه ليس الهم الإنساني فحسب وإنما هم الحياة ككل. الشعر حاضر في كل تفاصيلنا، في كل أبجدياتنا، من كل مكان ممكن الشاعر النبيه أعتقد أنه ممكن يصطاد قصيدة من أبسط إنسان في هذا المجتمع إلى كل مراحل تفاصيله، أبجدياته اليومية، إلى مسهمومه يحاكي أي شيء. أنت ممكن مر في الشارع ممكن يستفزك وتكتب قصيدة. فالشاعر أعتقد هو لسان هذا المجتمع، هو لسان الأمة بالأحرى بكل أبجدياتها، بكل حياتها وتفاصيلها. تعرف يعني واحد من أهم الأسباب لأن تكون اليوم ضيفنا إضافة إلى هذه الشعرية الجميلة التي نقرأها في شعرك، في أبياتك، في حديث، فكرة انتشار الشعراء الكثيرين. يعني اليوم تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالمغردين الشعراء، يعني كما قال أحد الزملاء، هناك مجموعة من الأشخاص يعانون من، وعذرا على هذه الكلمة، إسهال الشعر، يعني يكتبون الشعر في كل شيء. يعني ففكرة أن يستطيع الشاعر أن يوازن بين فكرتين، أن يكون سهلا قريبا من المجتمع ولا يكون سطحيا، يعني أن نقرأ بنية شعرية حقيقية ممتعة لغوية فكرية ونحن نقرأ قصيدة. أنا أعتقد يعني أنت جبت ما نعاني منه فعلا، يعني هذا تشخيص دقيق للمرحلة الحالية. يعني في ظل تواجد مواقع التواصل الاجتماعي وانجراف ربما الكثير من الأسماء اللي صرنا نلاحظها، يعني تجد يمكن خلال دقيقة واحدة لا أتصور كم من الأبيات يعني قد ينشرها الشعراء خلال في كل هذا الوطن العربي على امتداده وحتى باللغات الأخرى. الاستسهال هو نتيجة ربما أنه الشاعر خلاص كتب البيت على طول انتر وبدون أي مراجعة. هذا الاستسهال لا أعتقد أنه خدم الشعر بكل صراحة. فلذلك يعني مثل ما يقال مقولة: كثر الشعراء وقل الشعر. يعني هذه المقولة السائدة، وهي ربما تكون أكثر تشخيص أو أقرب تشخيص للواقع اللي صايرين نعاني منه. القصيدة ليست سهلة، ينبغي على الشاعر، يعني يولد الشعراء من رحم المعاناة مثل ما يعبر عنها الشاعر الراحل نزار قباني. القصيدة ينبغي أنه الإنسان يتعب فيها، يجتهد. القصيدة ليست بهذه السهولة حتى تكون مشرعة لكل يعني منهب ودب، خلنا بين التعبير بين هلالين. الشاعر عليه أنه يعي أن هذه القصيدة بمجرد أن تخرج للناس ينبغي أن تكون رصينة، ينبغي أن تكون منقحة، ينبغي أن تقدم أجود ما لديك للآخر. يعني في الآخر في النهاية هو ينتظر أنه يستمع إلى قصيدة جزلة، قصيدة جميلة تعبر عن همومه وتلامسه. ومتى ما كان الشاعر، يعني نعيدها ربما إلى النقطة الأولى اللي هي علاقة الشعر بالمجتمع، الشعر متى ما كان معبر عن مجتمع وقريب من لسان مجتمعه أعتقد هو الشاعر الناجح. ويستحضرني هنا مثال يعني من الشعر
الشعراء من شعراء روسيا الشهيرين بوشكين. هذا الشاعر الشهير يعني ربما الكثيرين ما يعرف أنه عاش 36 عام، وهو كان من طبقة تعتبر من طبقة النبلاء حينها، ولكن لأنه ذهب إلى المجتمع، انحاز إلى المجتمع، وقصيدته كانت منحازة إلى المجتمع، يعتبر هو يصنفه في روسيا أنه أمير شعراء روسيا. لماذا صنف هذا الشاعر أمير شعراء روسيا؟ إلا لأنه لامس الإنسان البسيط. مع العلم هو كان من طبقة أو من أسرة نبلاء، وانتقل إلى ملامسة هموم الناس. فالشاعر متى ما كان ملامس للواقع وللإنسان ويتعب على قصيدته، أعتقد أنه هو قادر أن يختصر كل المسافات للوصول لقلب المتلقي. وأنت تستطرد في إجابة هذا السؤال، خطر في بالي السؤال، أنت تتكلم بلغة فصيحة لكنك ما اتجهت إلى الشعر الفصيح بشكل كبير. هذا السؤال مفخخ. وأنت لغوي راشد، يعني ربما الكثيرين أحيانا من مشاكسات بعض الأصدقاء دائما أنه يعني، وأتذكر كذا همسات بعض الأخوة الشعراء يقول راح تتجه إلى كتابة الشعر الفصيح. يعني أنا الشعر أتلذذ به بصراحة، الشعر الفصيح، ولكن ربما الأقرب لي أنا وجدانيا هو الشعر الشعبي، يعني يلامس أكثر يعني، وهو أيضا حديث الناس، أيضا يعني حديث الناس، حديث الشارع، حديث الناس البسيطة هو هذا. وأيضا لا يعني هذا يمكن أنت ترفعني شوي لما تقول جيد لغويا، أعتقد أنه الكثير من العثرات اللغوية والشعر الفصيح يحتاج دقة في الكثير من الأشياء ومهارة أيضا في اللغة وفي الأشياء هذه اللي أنت أدرابها أيضا. أنت رجل لغة هذه الفترة، يعني مواقع التواصل والعمانيون تعوج فيهم مشاعر الفرح، مشاعر السلام، مشاعر الإباء، مشاعر الشموخ، لأنهم يعني تفصلهم أيام قليلة وسيحتفون بذكرى عزيزة على قلوبهم جميعا، ذكرى العيد الوطني 45 المجيد. يعني أتوقع أن الكثير يستعد لأن يكون شاعرا، لأن يكون كاتبا يعبر عن هذه الحالة من الفرح. نسمع شيء. راح ناخذ كذا نص وطني ما دام انك انت عرجت على الوطن، يعني من النصوص اللي ما نشرت، يعني ما يمكن ربما كذا بعض الابيات المقتطفات اللي نشرت منها. انكبر العازي لنا ليله العيد، تلقى بيدينا السيف يزفن مهابه، المجد عالي رغم كل المناقيد، ما ضر نبح الكلب مزن السحابه، من راس سمحان المسندم صناديد، لا صاح ملهوف يلبوا الإجابة، اللي فعلهم سابق للبواريد، وأخلاقهم أخلاق نهج الصحابة، أخلاقنا أكبر من الحقد والكيد، وعظامنا وقت النوايب حرابة، قصر الجواب وما أبي نعيد، ونزيد الطبل أجوف والضجيج يتشابه، عمان فوق وشمسها والله بعيد، وحاد المجد ما يوم نوخ ركابه، سرنا السنين وعزمنا يتعب البيد، انجر خيط الشمس لحن الربابة، انجر خيط الشمس لحن الربابة. الله صح لسانك، هذه عاد مع الحماسية. هذه تسجل ولحن حماسي ولحن. هي أبيات مقتطفة، يعني النص أطول من كذا، ولكن هي أبيات مقتصرة، ومثل ما قلت ربما الأحداث الحادثة يعني ينبغي أن يكون صوت الشعر أيضا معبر حتى عن تفاصيل اللي تدور ربما حوالينا، وبلدنا دائما هي مرساة للسلام لكل هذه الأمم، وإن شاء الله تظل واحة للسلم والأمان بوجود قائدنا المفدى صاحب الجلالة الله يحفظه. اللهم أمين يا رب. يعني تجربة جديدة أيضا أن تكون محقا في مسابقة المنتدى الأدبي. هذه التفاصيل الصغيرة المسربة يعني. هذه الأول مرة. يمكن الأخوة في المنتدى يقولوا من سرب هذه المعلومة، لكن هي فعلا كانت تجربة لأول مرة أكون محكم. تشرفت يعني أن أكون من ضمن لجنة تحكيم مسابقة المنتدى الأدبي لهذا العام، وإحنا في طور تحكيمها، وإن شاء الله راح تعلن نتائجها خلال الفترة القادمة. طبعا لما تكون محكم عادي يختلف، أنت تعرف يعني ربما إحنا عاصرنا المشاركات في المنتدى وفي الملتقى الأدبي، وأنا أعتبره يعني هذا هي بادرة من المنتدى، يعني أنه يضخ أسماء أو أسماء شابة خصوصا في مسألة التحكيم. طبيعي أنها هي تجربة، وأنا أتمنى أن أكون أستفيد منها أيضا، تكون قراءة النص ربما بطريقة مغايرة عن تلك التي حين نكتب بها القصيدة. يعني أنت تنظر للنص ربما هنا بمنظور الناقد،
والمحكم أيضا، وليس البحث أيضا عن اصطياد عثرات الشعراء، لأنه في نظري لا يوجد قبيح في الشعر، وإنما هو الجمال نسبي، هناك ما هو أكثر جمالا وهناك ما هو أقل جمالا، ولكن لا يوجد قبيح في الشعر. هذه الفكرة، فكرة التحكيم، تقودني إلى فكرة النقد في الشعر. يعني على الرغم من كثرة الزخم الشعري والكتابة الشعرية، لكن في المقابل لا يقابل بحالة من النقد بجلسات نقدية شعرية يعرف الشاعر بما هو الجميل وما هو الأجمل أيضا. جميل. كيف من الممكن أن ننقل هذه الحالة، أن تستمر عندنا فكرة الملتقيات النقدية لهذه القصائد الشعرية؟ تعال المرة على الجرح. هذه الأطروحات، جميل هذا الطرح. هو فعلا يعني إحنا ربما الإشكالية الحاصلة، يعني أخي راشد وأنت متابع يعني هذه الأسئلة، يعني تنم عن وعي يعني ومتابعة بالشأن الثقافي. المشكلة الحاصلة هو لا يوجد فعلا توازي ما بين تصاعد القصيدة الشعبية، في المقابل لا يوجد خط نقد موازي لهذه القصيدة. ربما هناك تجارب عديدة، وأنا هنا أذكر شعر الراحل حمد الخروصي، يعني كان له إسهام كبير في هذا المجال، في مجال النقد، وأثر الساحة في فترة من الفترات، وقدم الكثير يعني من الأعمال النقدية من القراءات في الملتقيات الأدبية، أيضا شارك في لجان التحكيم ومد هذه الساحة بالعديد من القراءات. أيضا هناك تجارب جميلة مع الأستاذ حمود الشعري، حمود الحجري، أيضا أوجه له التحية، له أيضا قراءات نقدية، وهناك أسماء الكثيرة يعني في الأعمدة، أيضا الأستاذ مسعود الحمداني كان فترة من الفترات أيضا تكون هذه الأعمدة موجهة وتحمل بصمات نقدية للشعراء. ولكن يعني أنا أرى أنه إحنا بحاجة. مسؤولية من؟ إحنا بحاجة، هي مسؤولية الشاعر أيضا، يعني لا نضع المسؤولية على الآخر، وإنما أنا أعتقد أنه الشاعر الشعبي مطالب بالاجتهاد، وأيضا أنا أدعو نفسي كذلك لأن يكون لنا إسهامات في هذا المجال. يعني لا ننتظر أنه يجي الآخر مثلا وينتقد أو يجي شخص، لا، أن ينبغي أن الشعر الشعبي أيضا يبادر، يكون هناك مثل ما بادر حمد الخروصي وكان له إسهامات كثيرة في مجال النقد، على الشاعر أيضا أنه يبادر. وأيضا في حال يعني إحنا ربما نعاني أنه البعض يتحسس من مفردة النقد، البعض يتقبل والبعض الآخر لا يتقبل، أيضا هل هو النقد يعني البعض الآخر من يعترض على النقد الموجود يقول والله هذا النقد هو نقد ليس للمتخصصين، وأقصد بين المتخصص ليس نقد أكاديمي، يعني اللي يجي ينتقد هو ليس مثلا يحمل شهادة أكاديمية في مجال النقد. هي هذه الظل إضاءات المفروض احنا ندعمها ايا كانت هذه القراءة، سواء كانت انطباعية، ممكن حد يسميها انطباعية، وحد يسميها ممكن يسميها او يطلق عليها مسمى القراءة النقدية. هو عبد العزيز يعني مؤخرا جمعية العمانية للكتاب والأدباء في أمسية أبنت من خلالها الشاعر الراحل حمد الخروصي، وقدمت مجموعة من الإضاءات حول قصيدته، البنية الشعرية في قصيدته حمد الشاعر وحمد الإنسان. فكثير من الشعراء كانوا يرجون وكانوا يقولون لماذا لا تستمر مثل هذه الأمسيات التي تقرأ فيما نكتب، التي تقرأ في قصائدنا، بغض النظر أن نقرأ في قصيدة الواحد عندما يرحل. جميل جميل فعلا، يعني احنا يعني ما أدري هو هذا الهاجس اللي سيطر علينا. على الرغم من عبد العزيز في المقابل في قراءات نقدية للقصة للرواية. طبعا في الشعر الشعبي ربما هي الأقل حظا راشد، يعني هذا يوضعنا لربما عدة تساؤلات، من وين التقصير، من مثل ما أنت يعني عرضتها قبل قليل، أنه من وين القصور، هل هو في الشاعر الشعبي؟ أنا أعتقد أنه الشاعر الشعبي له دور كبير، يعني الشاعر الشعبي يعني يتحدث كثير ولكن المبادرات قليلة بصراحة، وربما حتى الأخوة القائمين على في الجمعية، جمعية الكتاب، وأسسوا مجلس للشعر، ما كانت مبادرات. أنا من خلال احتكاكي مع الأخوة القائمين على القسم الشعر في جمعية الكتاب يقول لك ما كان مبادرات، أحيانا يتصل هذا المنظم بشاعر أو أحد كتاب القراءات النقدية ويدعيه أنه يعمل ورشة أو قراءة نقدية، لا يبادر بل يرسلهم ربما إلى شخص آخر، يتصل بفلان ويبعث فلان إلى فلان آخر. طيب يا أخي أنت ما دام أنه عندك هذه الإمكانية، يعني على الناس أو على الشعراء اللي متمكنين وقادرين في مجال النقد أن يبادروا، يعني لا ننتظر أنه تجيني دعوة، بل بالعكس أنا أبادر. ومثل ما قلت أنت، هل ننتظر لغاية الشاعر ما يتوفى ويرحل وبعدين خلاص نروح نسلط الضوء على نصوصه؟ ما هو الراحل حمد الخروص يعني كنا خضينا كمثال، ما كان موجود بيننا يعني وظل بيننا، ما في أنا ولا مرة قرأت قراءة نقدية في أحد نصوص حمد. تخيل، مع العلم أنه حمد الخروصي
قدم قراءات في أغلب الأسماء الشعرية في هذه الساحة، بل وحتى كان له جهد كبير في توثيق الأدب الشعبي، وربما ذهب إلى المنطقة الوسطى، وأنا أتذكر حتى من خلال برنامجنا عبر الإذاعة في شراع وثقنا حلقة موثقة عن الشعر الشعبي بالوسطى، وكان أبو عبد الله الشاعر حمد الخروس الراحل هو كان ضيف هذه الحلقة وتناولها. هو بعض الأحيان يعني اعذرني يعاب أيضا على القائمين على البرامج الإذاعية والتلفزيونية وحتى على الصحف أنهم عندما يحضروا شعر اللقاء به وعبد العزيز نموذجا في هذا البرنامج أن تكون الفكرة فكرة نلمع، فكرة نضيف ونسمع من عبد العزيز، في المقابل لماذا لا تكون فقرة مثلا في برنامج شراع معنية بالنقد الشعري جميل. أن ننقد من خلالها قصائد شعرية، أن يكون هناك نفس فكرة المحكم وهو يلقي الضوء على نصوص شعرية مختلفة. والله جميل، هذه الفكرة موجودة ولكن بشكل مغاير ربما كانت معنا في البرنامج، يعني كونك ذكرتها، وأيضا هي فكرة إيجابية. كنا احنا ناخذ في فترة من الفترات، يعني ربما في بدايات البرنامج، ناخذ قراءة نقدية موجودة نشرت أيضا من باب الدعم لإخواننا اللي ينشروا قراءات عبر الملاحق الأدبية في شرفات وكذلك في أشرع، فكنا ناخذ قراءة نقدية ونسلط عليها الضوء، وفي أحيان كثيرة كنا نتواصل مع الشاعر أو صاحب القراءة هذه ونسلط الضوء بشكل أكبر على هذه القصيدة. هي مثل ما قلت لك، يعني هي عملية تكاملية على الإعلامي أيضا أن يبادر وكذلك على الشاعر أن يبادر. تتخيل شاعر يصح أن يطلق عليه شاعر ما يكتب غزل؟ أنت تبغى تصطادنا يعني؟ لا تصطاد. يا سلام عليك. يكتب كل شيء، خلنا نأخذ كذا شيء في الشجن يعني. على هاوية جرح. قل واذكرني في التعب سافرت لك لما الضلوع العوج طاحت. والزمن فيها استدار وما بقى لضعفي خليل لا شجر لا ظل ولا حتى جدار. واستريح ومن بعيد المحك باخرشفة من رحلة الفرقة وطيح أندفن تحت الغياب وين أولي والجهات سجون ذكرى والسما جناح الأماني للضعيف اللي بلا سقف وذرى اللي زرع كفه صلاة وكلما ضاقت دروبه صاح رباه رباه رباه. أعتذر غلفت لك ما يندم واللي تبقى من عيوني وما على الذكرى ملام. أعتذر غلفت لك ما يندم واللي تبقى من عيوني. واسألك حبيبتي العمر وش هو غير طرفة رمش تفصل بين ميلادي وموتي. ارجعي قبل المغيب ومرجحي حلمي إلى آخر بياض وانطواني الليل. غني للنجوم ودسي في وجهي عيونك قبل مصحى والنهار يمرر الشمس بجبيني. وادري اني كنت أحلم والعطر ما كان عطرك والأثاث اللي ترتب رد من ثاني سعال. والأثاث اللي ترتب رد من ثاني سعال. طارت الأيام مني الزمن ما هو بيدي وانت مثل العمر طرتي وانت مثل العمر طرتي. الله صح لسانك. تعرف لما نسمع لعبد العزيز إيش نسمع؟ نسمع مفردة عمانية، نسمع شعر شعبي بين هلالين كما ذكرت أنت عماني، يعني لأن في كثير من يتذوقون ويسمعون للشعر الشعبي يقولون أن بعض الشعراء العمانيين يكتبون بغير لهجتهم، بغير اللهجة المتداولة في حواريهم في بلدانهم، وهذا ما نعاني منه. يعني أنت اليوم كل نقاطك في يبغى لها هذه طبعا يطول الحلقات يعني، وهذا موجود يعني فعلا ينبغي هو أن نكون أكثر اعتزازا بلهجتنا بلغتنا. طبعا يعني ما يميز عمان في تنوع في اللهجات، يعني من الجنوب إلى مسندم أعتقد أنه بلد في تنوع بما يكفي. لدينا يعني اللهجة الشعبية متنوعة سواء في الشرقية في الوسطى في ظفار في مسندم في الداخلية في مسقط في الباطنة، يعني هذا التنوع أنا لا أعتقد أنه الشاعر بحاجة لأنه يستورد لفظة أو مفردة من بلد آخر وأجي أطعم بها بقصيدتي. أنا بصراحة ضد وجود أي كلمة لا تنتمي إلى بيئتنا المحلية، بل أني من المتشددين في ذلك، وكل ما أكتب نص أعيد وأرجع أقرأ لا يكون بس دخل
الحال كون مفردة، لأنه الحين تعرف أنت تقارب اللهجات وممكن كذا يدخل أي شيء وأنت في لحظة اللاوعي وأنت تكتب النص، فينبغي على الشاعر أنه يكون أكثر اعتزاز بهويته بلغته بقصيدته، وأن يقدم قصيدة عمانية تليق بهذا الوطن الحبيب الغالي على قلوبنا. نحن نشكرك على وجودك معنا، نرجو لك كل التوفيق إن شاء الله في مسيرتك الشعرية، في المسيرة الإعلامية، في برامجك القادمة، إن شاء الله تحتفي هكذا دائما بالشعر، بالقصيدة العمانية، بالكلمة العمانية، بقيمة الاعتزاز، بقيمة الشموخ لأرض عمان الخير. شكرا لك على وجودك معنا عبد العزيز. يعطيك العافية راشد، أنا أشكرك على هذه الاستضافة، وأيضا أشكر كل المتابعين، والشكر لفرسان هذا البرنامج، الطاقم الجميل اللي موجود معك، تحية لكم. شكرا لك عبد العزيز بن حمد العمير، شكرا جزيلا لك. أيضا شكرا لكم مشاهدين على طيب متابعتكم لنا لحلقة الليلة من برنامجكم من عمان، نرجو أن نكون قد وفقنا في إمتاعكم وإفادتكم عبر هذا التنوع الذي دائما نحرص عليه من خلال الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، نرصد مختلف الأنشطة، مختلف الحراك على أرض عمان الخير. ملتقانا يتجدد بكم إن شاء الله في حلقة يوم الغد إن شاء الله الأربعاء، مع متابعة جديدة لمختلف الموضوعات نخصصها إن شاء الله لأن تتواءم مع يوم عرفة. كل عام وأنتم أكثر قربا إلى الله، كل عام وأنتم أكثر قربا إلى أحلامكم وأمانيكم ومن تحبون. تصبحون على خير وإلى اللقاء.